كذلك ينطبق عليه قول الشاعر: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. هو أحد الجبابرة اللي بقات قصتهم كوحدة من القصص اللي ما عرفش لها المغرب متيل. قصة وانت كتسمعها كتظن على أنها أسطورة بكثرة الحبكة الدرامية اللي فيها. قصة العامل الظالم والبنت الأمازيغية اليتيمة اللي غادي ياخدها بالقوة ظلما وعدوانا من دار رجلها وغيس بيها وغيتكرفس عليها في مشهد قمة في الظلم والوحشية. كيفاش غادي تكون نهايته من أبشع النهايات اللي دازوا على شي حاكم في تاريخ المغرب؟ وكيفاش غتقوم ثورة ضد هاد العامل الظالم بسبب بنت حرة سميتها يطو القضيب؟ وإلا قدرنا نعطيه لهاد القصة مثل بشي قصة أو أسطورة فنقدروا نسميوها الجميلة والوحش. قصتنا اليوم على العامل الظالم اللي غيحرقوه قبيلته حي وناره غتضل شاعلة تلت أيام. هو العامل محمد والطالب اليوسي. فشكون هو محمد والطالب اليوسي؟ وشنو هي قصة محمد والطالب اليوسي؟ محمد والطالب اليوسي هو عامل السلطان على قبائل آيت يوسا اللي كيبدا الوجود ديالها من صفر حتى البولمان بحيث كتوصل الحدود ديالها حتى القبائل آيت مجلد وآيت وفلا وآيت يزدق بحيث كان كيحكم تقريبا 80,000 كيلومتر. كان هاد محمد والطالب اليوسي تعرف وتشهر بالظلم ديالو والطغيان حتى واحد ما كيقدر يهضر معاه. بدات القصة من عمق الأطلس الشامخ بين دراعات جبل العياشي كطل قبيلة آيت يزدق والمعروفة بالصنهاجية بالمزديين. هما خليط من العرب والأمازيغ. مع ظهور ديال واحد البنت أمازيغية آية في الجمال لدرجة أن الرجال ديال القبائل كلهم كيهضروا عليها، نظموا عليها الأشعار على جمالها ولات حديث ديال الغادي والجاي. غتبدا الهضرة كدور في القبيلة على هاد البنت اليتيمة اللي الله غادي يتزوج قريب. هاد السيدة اللي كنهضروا عليها هي من قبيلة آيت يزدق اللي بدورها كتنقسم من ثلاثة ديال الأصول: آيت فركان تحت قيادة إبراهيم نايت السومر، وآيت يحيى وخليفة، وآيت موسى وعلي تحت قيادة يدير، وآيت إبراهيم، وآيت عتو، آيت حاح، وآيت بلال. هاد آيت بلال هي القصر اللي منه يطو القضيب بطلة قصتنا اليوم. إذن قصر آيت بلال هو من قبيلة آيت يزدق اللي غتكون فيها المعركة الكبرى ما بين جيش محمد والطالب وقبيلة آيت يزدق. هاد القبيلة كتمتد من جنوب واد أجزمير جنوب آيت عياش حتى الحدود قصر السوق أو بالضبط القصر تارقة. المهم في قصر آيت بلال ساكنة يطو القضيب اللي يالله عقد عليها واحد من ولاد عمها اللي سميته سعيد أوعلي حتى هو من آيت بلال، واللي كان مزوج بمرة أخرى كان زيزونة وقرر يتزوج بالثانية. هاد الثانية هي واحد البنت يتيمة الأب سميتها يطو القضيب، عندها غير الأم ديالها اللي سميتها خدجي بنتي الدير. سنة 1889 كانت يطو القضيب يالله بلغات 15 سنة. في هاد السنة بالضبط فين غادي توقع الواقعة؟ كانت يطو بنت طويلة بيضة زوينة بزاف، جمعات من الحسن ومن الجمال حتى ولات حديث القصور ديال المنطقة. بقات الهضرة كدور حتى وصلت المركز القصابي فين متمركز الجنود ديال السلطان والإدارة التابعة للعامل محمد اليوسي. ومن ثم وصلت للعامل القوي محمد والطالب اللي عنده سجل حافل بالفسق وخطف الحرات أو الحرائر وصاحب الماضي البئيس في الإجرام بهت كل الأعراض واللي اعتداء على المحارم. ولكن محمد والطالب دابا فاتوا الركب كبر في العمر ديالو، وهذا ولده غادي على نفس الخوطة ديال باه في الفسق والمجون. باه اللي تشهى ليه هاد البنت اللي استخسرها على ولد عمها سعيد أولي واللي هي دابا زوجة راجل على سنة الله ورسوله. هي جات عند ولده اللي السجل ديالو حافل بالاعتداء بالقوة من بنات قبيلته واليهودية ديال صفرو اللي كيقولوا لأنه عنده ولد مع واحدة منهم. دار العمل الشنيع ديالو بلا ما يعرف للأعراف ولا لداكشي اللي قرأ في القرآن والسنة طريق بكل وحشية ولا إنسانية. توجه لقصر تيت مرماس مسقط الرأس ديال يطو القضيب، ووسط من صياح الأم ديالها خدجي بنتي الدير وزوجها سعيد هجموا زبانية محمد والطالب على القصر بكل عنجهية وظلم تحت حكم العامل والطالب اللي حاكم المنطقة بالحديد والنار. اداها القصر ديالو في ايتيوسي قصرا وهي مرت الراجل. ما قدروش رجال ديال القرية يطو في قصر مرماس يديروا والو قدام العامل القوي، وما عندها في هاد الدنيا غير الله وامها خدجي بنتي الدير. هاد الام
اللي على بساطتها غادي تقيم ثورة ضد محمد او الطالب اليوسي. وكيف ما كيقول المثل، العود اللي تحقره يميك. وعلى شاكلة قصة النمرود اللي فناته بعودة، غادي ينتهي محمد او الطالب من قمة القوة لقمة الضعف. فشنو غادي تدير خديجة بنتي تدير باش تحرر بنتها من قبضة هاد العامل الظالم؟ فبعد ما نهزم سعيد وعلي زوجي الطلق ديب قدام قوة محمد او الطالب اللي ما يقدرش يوقف قدام حتى الخدام ديالو، ما بقى قدام خديجة الا تتوجه للخيام الكبيرة باش يتوسطوا ليها عند العامل باش يرفع الظلم ديالو عليهم. غادي تتوجه اولا عند شيخ محمد العربي الدرقاوي المدغري اللي نصحوها به اهل القبيلة، وهو الوحيد اللي يقدر يتوسط ليها ويحل ليها المشكل ديالها بحكم القوة الروحية ديالو، بحيث هو الوحيد اللي يقدر يهضر في هذا الموضوع مع محمد او الطالب، بل انه يقدر يوصل حتى عند السلطان. ولكن في هذا الوقت بالضبط كيقول تقرير ديال اوزير للمفوض الفرنسي اورديغا اللي جاي من عند ضباط فرنسيين متمركزين غرب الجزائر، على ان الشيخ علاقته متوترة مع اعيال المنطقة بحكم انه قبل عامين كان كيدعي المغاربة سنة 1887 باش يهزوا سلاح في وجه الفرنسيين اللي احتلوا الجزائر، بحيث انهم بداو كيدخلوا حتى لشرق المغرب وبداو كيشيدوا في البنايات ديالهم في الحدود ديالو. هذه الدعوة كانت اصلا خلق مشكل لمحمد الطالب اليوسي اللي لاقي متاعب باش يوقف اي مظهر من مظاهر مواجهة الفرنسيين من سكان القبيلة ديالو. غادي يلقى هاد الفرصة باش يرجع الصرف للشيخ المدغري. المهم اتوجهت خديجة بنتي الدير عند الشيخ محمد العربي المدغري اللي كان هديك الساعة ساكن في قصر جاوز بمدغرة، واللي كيبعد على قصر تتمرماس بحوالي 150 كيلومتر اللي غادي تقطعها خديجة بنتي الدير على البغل ديالها، واللي غي خاصة تقطع هاد المسافة في جوج ديال السيمانات. وهنا غادي تتقلب أطوار القصة، بحيث أن خديجة باش توصل للمدغرة غادي تلقاها في طريقها بزاف ديال القبائل. فكانت خديجة بنتي الدير فوق ما كتوصل شي قرية من القرى ولا مدشر من المداشر الا وكتدخل ليها، وكيف ما كانت العاده في القرى ديال الاطلس كتهز البرد من فوق البغل ديالها وكتحطها مقلوبه، كتلوت وجهها بالتراب والروس ديال البقر، وكتدير سكوندال بالغوت والبكا والعويل، وكتطلب الاستغاثه بلهجتها الامازيغيه المخلطه بترانيم كتعبر على الحزن والالم اللي كيعصر القلب ديالها. وهكا كتبدا تحكي على الظلم اللي مسها من العامل محمد او الطالب اليوسي اللي خطف ليها كبتها بالقوه من دار رجلها ظلما وعدوانا. هذا البكاء والعويل كان كيدفع العيالات ديال القرية اللي هي فيها يتجمعوا عليها ويبكيوا معاها، كيبحال الى كلهم مسهم ما مس خديجة بنتي الدير وبنتها يطول القضيب من العامل الظالم. وكل ما حكات خديجة على الظلم ديال العامل الا وكيحقدوا عليه الناس ديال القبيلة. وهكا كانت خديجة بنتي الدير القبيلة اللي كتدخل ليها الا وكيمشيو معاها منهم عيالات ورجال فطريقها للشيخ المدغري، بعد ما شفقوا عليها وحاولوا يواسيوها ويوقفوا معاها باش ترفع المظلمه ديال العامل عليها. وما حدها غاديه وسط القبائل وهي كتحشد الشيوخ والائمه ديال المساجد على العامل محمد الطالب. وبداو الاعيان ديال القبائل اللي كتمر عليهم كيستنكروا هذا العمل الاجرامي اللي دار هذا العامل. وما جات فين توصل خديجة بنتي الدير لنص الطريق، ومع وصولها لزاوية أبو كيل موطن الأشراف الأدارسة حدا الريش وصل عدد الوفد اللي غادي معها العشرات من النساء والرجال. وصلوا للقصر أيت السومر فين غادي تجيهم أوامر بالرجوع، وما غادي تبقى إلا خديجة بنتي الدير وعدد قليل من الأشراف البوكيليين اللي ما كيقدرش القايد يحكم فيهم. ولات دابا قضية يطو القضيب قضية كل القرية في السهل والجبل، ولات حديث الساعة وقضية كل من فيه نخوة وشهامة باش يكون طرف حل هاد المظلمة. وسقطات قبائل أيت صغروشن على هاد الشي اللي دار محمد أو الطالب، وبداو رجال ديال قبائل أيت صغروشن يتسلحوا في انتظار الأمر من الشيخ محمد العربي. بعد ما توصل عنده خديجة بنتي الدير التحقت القبائل الدايرة بأيت صغروشن بحال أيت يزدق، أيت حمو سعيد، أيت مرغاد، وحتى أيت عطاء اللي كانت خرجات على المخزن وعرفت السيبة فيها بلاصة، بالرغم من أن بعض الأفخاد في هاد القبيلة كانت كتعرف غير النهب والسلب وقطع الطريق، إلا أن النخوة والشهامة غريزة فيهم خرجها ظلم العامل محمد أو الطالب. وفي ذي الحجة 1889 غادي تعرف القبائل ديال الأطلس المتوسط حركة غير عادية، مبدأ الاستعداد الحقيقي للقتال ضد أيتيوسي والعامل محمد أو الطالب، وما جاو فين يتحركوا حتى وصل الخبر للعامل
الشيء اللي غادي يخليه يجمع لأي تصغرش بعنف كبير لدرجة أن السلطان غادي يرسل رسالة عن طريق الخليفة ديال فاس أنذاك عرف بن محمد باش يقول لمحمد والطالب يكف القتال على قبائل أي تصغرش اللي حركاتهم الغير على قضية يطول القديم. الشيء اللي غيخليهم يتبتوا على أن الكلام اللي قال أفحقهم ابن خلدون ماشي تملق لما قال على أن البربر أو الأمازيغ كيحملوا صفات النجدة والنخوة وروح الفروسية وشدة البأس. هات الصفات كلها ظهرات في قبائل أيت صغروشن من هزتهم الغير على يطول القضيب وخدجي بنتي الدير. وصلت خدجي بنتي الدير عند الشيخ أخيرا اللي كان أصلا وصلته الخبر قبل ما توصل عنده، ولكن هاد المرة عكس قاع ما تعرف على الشيخ بالنفوذ ديالو، بحيث كانت كلمته كيتخاد بها أكثر من الولاد، إلا أنه مقدر يدير والو في قضية محمد أو الطالب غير أنه كتب رسالة وعد أعطاها لخدجي بنت الدير وقال لها تعطيها للنقيب محمد بن قاسم اللي بدوره يوصلها لمحمد أو الطالب. واسا الشيخ وزودها باللبس والأكل ورجعت من نفس الطريق اللي جات منها. غادي يوقع واحد الحدث اللي غادي يأثر في سكان الأطلس كلهم، منين غادي يتمرغ المولى الحسن العلوي تزناقتي من شدة الانفعال في الغيس وغيمرغ معاه العود ديالو وتوجه عند الشيخ دايرين به العشرات من الأتباع في تعبير على ما وصل ليه الوضع من ظلم هاد العامل. كانت هاد الحركة بحال هشيم اللي كيزيد يشعل النار كتر وكتر، وكانت بحال الشرارة اللي غتلتهم كل شيء. اتحركات في الناس الغير على الدين وناضت قبائل أيت صغروشن وأيت يزدق لمواجهة محمد أو الطالب. وصلت الأخبار لمحمد أو الطالب اللي استنفر القوم ديالو. في هاد الأثناء كيوصل عنده النقيب محمد بن قاسم هز رسالة الشيخ في يده وما عدد من الأشراف من يدخلوا عليه ألقاه في حالة محرجة مع بائعات الهواء والراقصات من ينشد الرسالة وقراها عليه محمد بن قاسم. ولما سالها أتوسل ليه باش يدير بكلام الشيخ ويرفع الظلم على هاد السيدة، ولكن ما زاد الظالم إلى ظلما. انتر ليه الرسالة من يده وقطعها كرسالة واضحة منه على أنه في هاد المنطقة لا كلمة فوق كلمته. وسالة التمثيلية ديالو بالرمي ديال الرسالة في نار المجمر. هتفكروا مزيان الرمي ديالو لهذه الرسالة في المجمر حيت باقي عندها تبعات في النهاية. غادي توصل الخبر للشيخ اللي غادي يدعي فيه قدام الأتباع ديالو وغيقول اللهم احرقه بها في الدنيا والآخرة. ودارت هاد الحضرة افقع القبيل اتحركات قبيل ايت مجيد القريبة من ايت يوسي واللي ما كيحملوش محمد او الطالب بالموازاة مع قبيل ايت يزدك وايت صغروشن وايت حمو وايت مرغاد. وهجم محمد أو الطالب على قبيلة أيت يزدق اللي حقد عليها بما أنها مسقت الرأس ديال يطو القضيب. تجمعات قوات محمد أو الطالب كافية فرينشبار اللي مقابل مع قصر توردة. في هذا الأثناء هزت نفس قبيلة أيت مجلد اللي الموضوع بعيد عليهم نسبيا ومشاو لأيت يوسي اللي ما كانش فيها القوة ديال محمد أو الطالب اللي توجه لأيت يزدق وحرقوا ليه القصر دياله. وقامت الحرب بين محمد أو الطالب ليوسي والقبيلة تائر عليه. أدخلوا بعض السكان ديال القصابي وآل هاشم بن سعيد باش يوصلوا لتهدئة، لكن محمد أو الطالب والو ما بقاش باغي يرجع اللور، بل بدا كيظن على أنه غيقضي على كاع هاد القبائل بالزربة، وبقى غادي وكيتوغل في قبيلة أيت يزدق شاق طريقه لقصر تيتمرماس باش يستولي عليه ويسيطر على السكان ديالو وينتقم منهم. ولكن اللي فراس الجمل أفراس الجمالة، خرجوا كاع العيالات والدراري الصغار من قصر تيتمرماس وتوجهوا لقصر بوكمة وبوعياش. وداروا ليه كمين باش غير يدخل تيتمرماس يلقاه خاوي يسيطر عليه، بينما غادي يحاصروه من كاع القصور اللي دايره بالقصر ويقطعوا عليه الامداد، وبالتالي غيلقى راسو وصل الكماشه. حفروا الخنادق وتخباو في البيار وبداو كيتسناوه. وصل محمد أو الطالب والجيش ديالو تيتمرماس سيطر عليه وبدات المواجهات الاولى مع اي تحاحو في مناوشات دامت الاسبوع قبل ما يتجمعوا اخيرا الحشود من اي صغروشن وابطالهم المغاوير. قطعوا الطريق ما بين أيت يوسي قبيلة محمد أو الطالب وقصر تيتمرماس وخلاو محمد أو الطالب معزول تماما على أي دعم. ودخلات صفرو وإمو الزار في استنزاف قبيلة أيت يوسي وإلهائهم على دعم العامل ديالهم، وما بقى عندهم من منقذ إلا آخر كتيبة ديال الإبن ديالو عمر اليوسي اللي جمع المئات من المقاتلين، ولكن غادي ينهزم في مركز القصابي هزيمة نكراء. اهتزت جنبات الأطلس المتوسط وانضمات أي تعطل المعركة بما أنها كانت بالنسبة لهم ضد الظلم، وجاوا رجال من أي توحليل وأي تسفول وأي تعلوان وأي تعزة أي خليفة أي الفرسي أي أونبقي وأي مناصف وأي بفلمان.
وكانت حرب قاسية حول تتمرمس، ولكن الزغروشيين كانوا رجال معارك وعرفوا كيفاش يحاصروا العامل والقواس ديالو. وبدات الهضرة كدور وعرف الجميع على أن محمد أو الطالب غادي يخسر المعركة الأخيرة، وبالتالي اتعطات أوامر بإلقاء القبض على محمد أو الطالب حي ويحق الدعوة اللي دعا فيه الشيخ في الأول من حرق الرسالة، وقال اللهم حرقه بها في الدنيا والآخرة. ولكن غادي يخسروا أي تصغروشن بزاف ديال الضحايا قبل ما يقتحموا الصور اللي متمركز من موراه محمد أو الطالب والقوات ديالو اللي كانوا متمركزين مزيان فوق الأبراج كيسقطوا كل من قرب للصور. ولكن عزيمة أي تصغروشن كانت بلا نهاية، بحيث كل ما طاح منهم واحد إلا كيزيد بلاصته واحد آخر حتى استطاعوا يخترقوا هذا الحصن المنيع. وفي هذه اللحظة بالضبط غادي يشوف أحد جنود أي تبلال موحى أموح منين غادي يبان ليه العامل كيتفرج من مور البرج، غادي يصوب في اتجاهه سلاح، غادي تصيبه قرطاسه في الدراع ديالو، غادي ينزل بالزربه لتحت في واحد البيت ديال التبن وغادي يتخزن. غادي يتمكنوا الرجال ديال ايت بلال باش يدخلوا للقصر، غادي يعيهم يقلبوا عليه ولكن ما غيلقاوش. غادي يدخل واحد السيد البيت ديال التبن سميتو وسعيدا من قصر جراون، غادي يهز عليه التبن بلا ما يقصد، غادي يغفلوا محمد او الطالب وغادي يضربوا بمديل الوجه ديالو حتى شرم ليه الانف ديالو. هنا غوت وسعيدا اللي سمعوه صحابه اللي كانوا باقين كيقلبوا على العامل دخلوا، فإذا بهم كيتفاجئوا بمحمد أو الطالب قدامهم حي يرزق. كتفوه بالعمامة ديالو وساقوه لساحة قصر ديال ملماس، كتفوه بالحبال ومشى البعض منهم كيجري عند خدجي بنت الدير باش يعلموها بخبر إلقاء القبض على محمد أو الطالب، واللي كانت مع العيالات اللي مشاو القصر بوكمة منين كان جاي محمد أو الطالب يحتل القصر ديال ملماس. جاو العيالات من القصور اللي لجؤوا ليها بعد ما وصلتهم الخبار، وهما كيجريوا على الاقدام والزغريد ما كتوقفش طول الطريق من وحده لوحده. شعلوا النار في كومه كبيره من الحطب مربوط حداها محمد او الطالب، قربات لي خدجي بنتي الدير اللي جايبينها رجال ايت بلال باش تشوف محمد او الطالب. قربت ليه لقاته كيبكي مقطع حوايجه ووجهه مبدل بزاف لدرجه ما عرفتوش بكثره ما دفلوا عليه وضربوه بالطوب. ما صبراتش منين وقفات قدامه ونقزت عليه وبدات كتنتف ليه اللحية ديالو لدرجة ما قدروا يفكوه منها، حتى جرات معاها كومة من الشعر في يديها والتهبات النيران اللي كل ما زاد العلو ديالها زادوها حطب. والعامل في جنبها هتقدم عنده واحد شاعر امازيغي وقرأ عليه السجل الاجرامي ديالو، توجهوا عنده ثلاثة ديال الناس من بينهم زوجيته القضيب، وفي لحظة واحدة غادي يلقيوا به في النيران اللي كيقولوا على ان النار اللي تم القاؤه فيها أبقت شاعلة لمدة 3 أيام والأطر ديال البلاصة أبقت كحلة حتى الأواخر السبعينات. غادي عارض كبير أي تيزدق محمد السومر هذا الحكم، بحيث أنه كان كيفضل يطبق عليه حكم القانون بوقوفه أمام المحكمة اللي يشاركوا فيها كبار من جميع القبائل وبعض الأشراف اللي احتقرهم العامل، كما غادي يكون رئيس شريف المجاهد عالم الأطلس المتوسط مولاي أحمد بن الحسن السبعي باش يخليه محمد أو الطالب مادام رجعت يده القضيب لزوجها وترفع الضرر والظلم عليهم. واختلفت الآراء حول كيفاش كانت خاص تكون نهايته، أغلبها كان على أنه لابد باش يتم تقديم ديالو لحامية المخزن مقيد بالحبال ومعاه تقرير مفصل بداكشي اللي ارتكب من جرائم. بغض النظر على الجدل حول نهاية محمد أو الطالب، إلا أنها كتبقى هاد القصة فريدة من نوعها، ما عندهاش مثيل في تاريخ المغرب الحديث. بقات يطو القضيب على قيد الحياة حتى الحدود سنة 1954 كجزء من تاريخ الحي للمغرب العميق. كانت هذه هي قصة العامل محمد أو الطالب اليوسي ويطو القضيب من البداية للنهاية.